متابعينا الأعزاء، متابعي اليوم السابع في كل مكان، نحييكم من مدينة العريش بشمال سيناء، ومحدثكم محمد حسين أبو عيطة. نقدم لكم كما تشاهدون أشهر طريقة وأهم طريقة لصناعة العيش السيناوي، وما يطلق عليه اسم الفراشيح، والذي كان ينتج في الصحراء ويعد ويطهى على نار الحطب، أصبح الآن يمثل مشروعات تنتج هذا النوع من الخبز في أفران تقوم بإنتاجه وتوزيعه للجمهور في كل أنحاء مدينة العريش. حنعرف المراحل أولا بأول، بداية من العجين ومكنة خاصة بالعجين بتعجن هذا الرغيف. في الأول نتعرف بحضرتك. أحمد غريب الكرام. أحمد، أنت النهاردة في فرن من أفران صناعة رغيف العيش هنا في مدينة العريش. تمام. وأنت بتبدأ بمرحلة العجين. تمام. اشرح لنا واحدة واحدة إيه اللي بيتم عندك هنا. احنا أول حاجة بنعجن العجين على العجانة، وبعد كده بترفع هنا يتقرص، وبعد كده نخش على مرحلة الفرادة. يعني احنا هندخل على العجانة بس نتعرف عليها. دي مراحل العجن في الأول، عجن رغيف العيش هنا في أفران مدينة العريش اللي بتنفرد فيها العجين دون عن أي مكان آخر في مصر، وهي صناعة الفراشيح أو رغيف العيش على الطريقة السيناوية. دي أول المراحل وهي مراحل العجن. بنستكمل مع حضرتك الشرح هنا. ده القرص اللي بتجهز صح؟ بعد ما بيخلص العجين حضرتك من العجانة بيترفع وبيبدأ يتقرص. بيتقرص في طوايز زي كده، وبعد كده بتدور. بتقرص على المكنة ولا على ايدك؟ لا، على ايدي. على ايدك. امال المكنة اللي احنا شايفينها دي؟ المكنة دي حضرتك بتحط اللقمة دي هنا. تتفرد. تطلع زي نظام ايه؟ نظام الاوريا حضرتك دلوقتي. تمام. يلا يا احمد شغل. انا باخدها كده. برميها كده. تطلع حضرتك زي ما انت شايف هناك. بعد المرحلة دي بيروح الرغيف فين؟ بيروح مرحلة دي؟ بيروح مرحلة اسمها يعني ايه؟ تهواية. بتاخد العجين زي ما حضرتك شايف كده بره، بيشتغلوا على الصاج. بيشتغل حضرتك على الصاج، حط الرغيف هنا، وبعد كده بروح على الصاج الثاني. تمام؟ يتسكوى ويطلع وحضرتك شايف كده. تمام. يمكن متابعينا ومتابعي اليوم السابع احنا بناكد عليكم ان احنا هنا من مدينه العريش، ومراحل صناعه الرغيف العيش العريشي المعروف المسمى ايضا بالفراشيح. يمكن هذه الطريقه كانت تعد في الصحراء، اهل الصحراء بيعد هذا الرغيف، اصبح الان مشروعات تجاريه متعدده تقام في قلب مدينه العريش وتنفرد بها دونا عن اي مكان. يمكن المخبز اللي احنا موجودين فيه ده احد المخابز في مدينه العريش التي تنتشر لصناعه هذا النوع من العيش، رغيف العيش.
العرايشي. دايما اللي بيصنع هذا الرغيف هم شباب محترفين في صناعته، احدهم اللي احنا شايفينه قدامنا. نتعرف بيكم الشباب. اسماعيل. اسماعيل ايه؟ اسماعيل اهلا. اسماعيل انت كم سنة؟ انا 20. وده شغلك؟ ده شغلي. فرجنا ازاي انت بتعد رغيف العيش العرايشي. طبعا زي ما قلتلكم من العجين طبعا بتطلع لي من العجل كده اتقطع، بعد كده بعدي على الفرادة، بعد كده يجي لي مفرود هنا وانا اطيره. طبعا هتجيب العجين ماشي عشان اشتغل. اشرح لي انت ايه اللي بتعمله دلوقتي. دلوقتي انا خدت العجين وهو مفروض عشان اوسعه واحطه على الصاج يستوي. ايوه. ويطلع زي ما انت شايف بالطريقه دي. دي مهنة احنا فيها عامة. حضرتك بعد ما نستلم الفطير في اخر مرحلته بنبدا ناخده نهويه ونكيسه في بنكيسه خمسات عشان جزء منه بيطلع للمطاعم والطلبيات، والجزء الثاني حضرتك زي ما انت شايف اهالي وبيعه كده. استخدامات الاهالي ليه؟ بيستخدموه في ايه في بيوتهم؟ يعني داخل البيت ده ازاي يعني بتاكل بكل حاجه، ممكن تاكله مثلا ايه بالرز والشوربه واللحمه والكلام دوت، في ناس بتاخده على الفراخ والمندي والكلام دوت والشاورما والبطاطس والبنيهات، وشغال في كل حاجه الحمد لله. تعرف بيك؟ احمد رمضان. احمد رمضان انت بتعمل احمد هنا؟ احكي لنا عن العجين اللي بتعمله، ايه خطواته؟ اول خطوه بنحط الميه من المكنه، بعد كده نبدا نحط دقيق، بعد كده بنبدا نعجن. بنحط مقدار ميه كل شويه سنس ميه بحيث العجينه ناشفه، بنحط مقدار ميه. تمام. محمد انت برضه انا من الشباب اللي هم بيعدوا الرغيف العريش، فرجنا ازاي انت بتعد الرغيف هنا. زي ما حضرتك شايف طبعا تمام. تقريبا قد ايه بيستغرق وقت علشان هو يستوي هنا على النار؟ لا ما بيكملش 4 ثواني. اربع ثواني بالظبط. كل دقيقة بالظبط. كل دقيقة Thank you.
طبعا ده المنتج النهائي اللي هو من الرغيف. ده اخره بقى. ده اللي بيطلع زي كده ونديه للناس. طبعا زي ما انت شايف تقريبا قطره كام يعني؟ قطره يعني بيديك 60 60 او 70. إذن متابعينا متابعي اليوم السابع، كما شاهدنا في أكثر من مكان طريقة إعداد رغيف العيش العريشي هنا في مدينة العريش على ساحل شمال سيناء، وتميز الشباب في عدد من الأفران بالمهارة الفائقة في إعداد هذا الرغيف على النار كما نشاهد وكما شاهدنا سويا. إذن متابعينا هذه هي شمال سيناء كما تتميز أيضا بأكلاتها وبإعدادها للوجبات غير مكررة في أي مكان آخر من هنا من مدينة العريش. لكم خالص تحياتي محمد حسين لتلفزيون اليوم السابع. متابعينا الأعزاء متابعي اليوم السابع في كل مكان، نحييكم من مدينة العريش بشمال سيناء ومحدثكم محمد حسين أبو عيطة. نقدم لكم كما تشاهدون أشهر طريقة وأهم طريقة لصناعة العيش السيناوي وما يطلق عليه اسم الفراشيح، والذي كان ينتج في الصحراء ويعد ويطهى على نار الحطب، أصبح الآن يمثل مشروعات تنتج هذا النوع من